إنذارات كاذبة وأخرى مضللة مصادرها اتصالات هاتفية لشباب من كلا الجنسين هدفها تمضية الوقت من خلال الرقم 14، أمر بات يؤرق عناصر الحماية المدنية العاملة بمختلف الوحدات المنتشرة عبر التراب الوطني، ويكفي أن تمضي دقائق معدودات مع مستقبلي المكالمات لاكتشاف معاناتهم جراء سلوكات المتصلين غير الحضرية. نتلقى مصالح الحماية المدنية يوميا إنذارات كاذبة من طرف بعض المواطنين، وكذلك اتصالات عديدة، حيث نسجل حوالي 1500 إلى 2000 مكالمة لما عندهاش يعني علاقة بالتدخل. النداءات هذه الكاذبة تكون في الليل أكثر ويديرونجوا المخبرين. إنسانية رجال الحماية تمنعهم من متابعة العابثين الذين يتمادون في تصرفاتهم المشينة مما يلحق الضرر بالآخرين. احنا عندنا لوريجستر، كان نحبوا نروحوا ابعد من ذلك للمواطن، عندنا لوريجستر يسجل المكالمات، بصح احنا ما نقللوا من المشاكل. نطلب من المواطن يكون ذكي، يعرف باللي كاين أشخاص راهم صح في حالة حرجة يطلبوا التدخل تاعنا، وهو يعيط باللي هو يتمسخر أو يصمت على واحد آخر، ولا يخلي حياة مواطن واحد آخر في خطر. من جهتنا وقفنا على ظاهرة الإنذارات الكاذبة عبر الخط 14 بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية في ولاية البليدة، فكانت صاحبة الاتصال فتاة هدفها اللهو مع المجيب، لتبقى استفاقة الضمير لدى هؤلاء المتصلين كفيلة بأن تجعل حدا للظاهرة التي ربما تنفرد بها بلادنا دون غيرها من بلدان العالم.